المسؤولين في الشركة الوطنية ديما يتهربوا من المسؤولية. ديجا هما ديما في البيروات ما يعرفوش الخدمة كيفاش. الشاحنة عالميا ما تنجمش تخلي قطار يتقلب بالطريقة اللي صارت في تونس. تقلب القطار لأنه الهيكلة المعدات الموجودة القاطرات فهم عدم الصيانة، وعلى خطر السكة ما هيش مخدومة على قاعدة. السكة متاعنا يفترض أنه تكون ديزانجنيور وناس معناها بروفيسيونيل يخدموا فيها، قاعدين يخدموا فيها بطريقة رعوانية، وهذا ثابت لأنه الناس المختصين لهم بالشركة بالسكة الحديدية التونسية تنجموا كان في عملية استقصائية تمشوا تسألوا ما تلقوهمش ديزانجنيور، تلقاهم ناس متعلمينها علامة. في تقاطع الطريق مع السكة في البيكا النقطة الكيلومترية 70 في معناها الخط تونس القلعة الجردة، هذاك باساج نيفو ماهوش معناها مؤهل للسلامة الكافية. ما فيش عارضة الطريق، ما فيش الإشارة الضوئية، وما فيهوش السونوري سينيال أكوستيك اللي يسمع سائق القطار سائق الشاحنة وقت يجي باش يتعدى ويفترق السك. فبالتالي تكون الأمور رعوانية، هو يقف ويشوف على اليمين ويشوف على اليسار، ما يلقاش القطار يمشي بالشاحنة متاعه. أغلبية الشاحنات فيهم مشاكل، هك المطبات الموجودة لي دودان والباساج نيفو ماهوش مخدوم على قاعدة. وذي على فكرة شومان دو فير الشركة الوطنية هي اللي تعمل لي باساج نيفو مش وزارة التجهيز، وهذا في حد ذاته إخلال، خطر المسؤولين كي يبدو يعمل في باساج نيفو يبدو يفكروا في الأرباح متاع الفلوس قداش بيش يتكلف عليها. فبالتالي كي نقص سائق الشاحنة فك المطبات هذيك تتكلى به وساعات تقفل وساعات كذا، هنا وقت تقفل ما يعرفش فما قطار جاي ولا يتفاجأ بجايين قطار. كان فما مراقب التقاطع مواطن حطته الشركة لتعداد الاستدامات هذه، المواطن هذا موظف موجود جاء مدير قال هذوما هنستغلهم نحطهم في الدبو. أكل الموظف هذاك اللي حطته الشركة باش يحرس، هو يعرف أوقات القطارات ينبه الشاحنات ديجا مش موجود، مادام هو ما فيش مؤهلات السلامة علاش تعطي في السرعة القصوى متاع سير القطار على تلك السكة؟ والسرعة القصوى احنا اللي عنا هي 130 كيلومتر في الساعة. اذا كان فما تخفيض راهو نهار الحادث كي مشينا صورنا وناس كل مشات تصورت رانا لقينا تخفيض 30 كيلومتر في الساعة ولا 40 حسب المسؤول على مراقبة صندوق الأسود متاع القطار. قال سائق القطار عامل الفيتاس متاعه اللي اعطته له الشركة، فبالتالي هذا خلل من المسؤولين يلزم يتحاسبوا عليه. للأمانة ظروف العمل رديئة جدا، اي سيرتو القاطرة هذه، والقاطرة هذه كي جات باش تعرف اللي الناس ما نجمش تتكلم عليها. وقت جات في وقت الرئيس المدير العام الفيتوري هبط لهم افي بعبارة احنا نقولوا بلاغ، اللي يتكلم على القاطرة هذه واللي يقول فيها كلمة مش باهية راهو يتطرد، تنحى ابان الثورة الفيتوري. فبالتالي ولت الناس ساكتة. الكابين هذه عبارة على صندوق كي تقعد فيه لا تنجم لا تتحرك لا على اليمين لا على اليسار، والأغلب سواق القطارات يقعدوا كي نقعدوا احنا فما عملية دوران كرسي ندوروه وبعد نقعدوا ومن بعد نرجعوا الكرسي في البوزيسيون نورمال، يعني ندور انا الكرسي باش نجم نتعدى باش نقعد وبعد نرجع الكرسي في البوزيسيون نورمال. كي نرجع في البوزيسيون نورمال فما انفيرياج ميكانيك في الكرسي ما عادش يخليه لا يدور لا على اليمين لا على اليسار. كي يتفاجأ سائق قطار بشاحنة يقعد هكا مصدوم، كان ضرب بالشاحنة ضربها كان ما ضربهاش معناها يدعي لربي ويقول يا ربي معناها رحمتك اللي انت منعتني، ما عندناش كيفاش نتحركوا على اليمين ولا على اليسار باش نردوا الفعل. وذيك برشا اللي معناها مرضوا بالسكر وصارت لهم معناها انعكاسات على أجسام ضيقة ياسر، لأنه غرفة القيادة في بلاصة ما تجي القاطرة بغرفتي قيادة جات بغرفة قيادة واحدة
وزوز آليات متاع غرفتين في غرفة واحدة. معناها في بلاصة ما نجيب كهرباء واسعة جبتها كهرباء ضيقة وفيها دو فولون. عملوا شبكة مغلقة تابعة للشركة الوطنية للسكة الحديدية التونسية، تكلفت 34 مليار ولا تعمل. ونحاو مازالت هي راهي 34، هذه الفلوس اللي باش تخرج توا 34 مليار. عندنا ان سيرفيس جيستيون وناس نزيهين يعطوا فينا في معلومات ويعطوا فينا في الصحيح ويقولونا كيفاش آلة تتكلف هكا على الشركة وهي ما تخدمش. لأنه علاش ما خدمتش؟ الجهاز هذا فيه آليات إلكترونية، المسؤولين كي حطوا على المسؤولين على هذه الآلة كي حطوهم في القاطرة قالوا الفيبراسيون تاع الماكينة ما تخليش الآلة هذه تخدم. فهنا الفيبراسيون لي أورنر. وعندنا اتصالات معناها رديئة جدا، هاتف جوال ب 45 دينار كي يبعد علينا الريزو ما نلقوش كيفاش نعمله، ونوليو نحيو البيس الشفرة متاع الشركة ونحطوها في بورتابلوتنا احنا باش نتكلم. شفتوا كيفاش معناها سائق القطار معناها يستعمل الهاتف متاعو باش يتصل برئيس المحطة بعد ما نحى القرص الإلكتروني معناها والشفرة متاعو هو، وحط شفرة الشركة الوطنية للسكة الحديدية التونسية في الهاتف الجوال متاعو. وإذا كان اليوم ما كانش عنده هاتف جوال كنا معناها نقعدوا غاديك واقفين قدام إشارة ضوئية مغلقة. هذا شنو قاعد يعاني سائق القطار ومساعد سائق القطار، والمسؤولين اليوم معناها قاعدين يتفرجوا.